ينبذ العنف ويكره الطائفية والعنصرية، تميز بأشعاره السياسية والوطنية، شاعر تراب الوطن الشاعر عباس ناصر مسعود. في تسعينيات القرن الماضي ابتدأ عباس ناصر مسعود الزامكي كتابته للشعر، ونمت موهبته الشعرية مع مرور الأعوام ليغدو اليوم من كبار شعراء مدينة عدن. ليت آهاتي تهدئ آه في صدرك تئن، كنت بطلق آه من صنعاء وتوصل لعدن، يسمعوها في السفوح والأسى منها يفوح، ليت والآهات تشفي كل أوجاع الوطن يا حبيبة يا يمن. العربي شاعر منذ ميلاده إلى أن يثبت العكس، فالشاعر منذ الميلاد يكون منذ يوم ولادته، لكن تسقله بعض الظروف الاجتماعية اللي حوله، الاقتصادية السياسية، تخلق منه يبدأ يعبر عن ما يدور في مكنونه أو داخله. فأنا بداياتي يعني في منتصف التسعينيات، لكن البداية الحقيقية كانت في 2003، بدأت بالنشر، بدأت بالشعر الغنائي، يعني بدأت الأغاني الفنانين تعاملت معاهم، يعني الظهور الحقيقي. لكن في البدايات في كتابات ما ظهرت، لا زالت حتى اللحظة لم تظهر، كتبناها في السذاجات الأولى نقول. المعاناة هي في العادة من تدفع الشاعر إلى كتابة القصيدة، ومعاناة الشاعر عباس كان منبعها الشعور بآلام الوطن وحاجته للسلام، فكتب قصائد في الشعر السياسي يناجي من خلالها حب الوطن ودرء الحروب. ما يدفع الشاعر للكتابة هي المعاناة مع اختلاف دافعها. اللي يكتب الشعر العاطفي الغزلي تكون عنده معاناة عاطفية، أو يرى غيره يعاني عاطفيا فيكتب عنه، أو يكتب عن ذاته إذا هو الذي يعاني. والبعض معاناته اجتماعية، يكتب عن أوضاعه الاجتماعية وعن أوضاع غيره. أنا أعبر عن معاناتي من الأنظمة الموجودة هذه المفترئة، لم تحقق شيء، فلا تجدني أكتب، لكن يتضمن شعري السياسي معاناة اجتماعية للناس، لكن سببها سياسي طبعا، سبب معاناة هؤلء اللي نكتب عنهم سياسي في الأخير. غنت له الكثير من القصائد التي طالب فيها بالنهوض بالوطن، فهو كما يصف نفسه مقاوم بالكلمة الحرة وشاعر تراب الوطن الطاهر. ينظر إلى الأرض، إلى التراب، أنا مع التراب، مع تراب أرضي، متى ما شعرت أن أرضي تعاني أنا أكتب عنها. الجنوب عانى، كتبت عن الجنوب. في 2015 تغيرت المعادلة، اختلفت، اليمن كله عانى، اليمن كله سقط في وحل العنف والصراع السياسي العسكري المذهبي، يعني تخلينا عن، مش تخلينا نهائيا، ولكن جنبنا فكرة الانفصال شوية، أجلناها إلى أن يحل التناقض الرئيسي الموجود الآن. مجرد ما يحل ستطرح كل القضايا، بما في قضية الأخوة الذين نزلوا من الكهوف إلى صنعاء وأرادوا أن يحلوا قضاياهم بالسلاح، فما حد شي يحتار، لا بالعكس. أنا كتبت عن الجنوب عندما كان الجنوب يئن، واليوم أكتب عن اليمن عندما رأيت اليمن تئن أيضا ومحتاجة أن أكتب عنها. له موقف مناهض للمذهبية والطائفية، وعبر عن ذلك في الكثير من القصائد، فالناس في نظر عباس ناصر سواسية، والشاعر حر طليق لا يجوز له تسيير شعره بحسب المصلحة. إذا أخذت الشعر كمتاجرة بيع، أنت تبيع كلماتك لتيار معين، جهة معينة، فئة معينة، على الشعر السلام يعني. أما إذا ظليت متمسك بمبادئك وقيمك وهذا، فأنت تحمي نفسك وتحمي الشعر وتحمي المجتمع. يعني الشعر أصبح أنواع، في شاعر محترم وفي شاعر غير محترم، في فنان محترم مغني وفي فنان غير محترم، عملية متاجرة وكأنها في بورصة، لكن بيظل الشعر الصادق هو الأقوى وهو
وهو الأفضل. عودة عصافير السلام ترفرف في سماء اليمن السعيد، ونبذ مظاهر العنف والعنصرية هي بعض من أمنيات يرجو الشاعر عباس ناصر أن تتحقق، ويرى بأن تضافر الجهود للخروج بالبلاد من ظلمة الحرب هي أولوية كي نحيا في نور الاستقرار ودفء الأمن. ما قبل 90 يعني مختلف عن ما بعد 90، وأنا لا أحمل الوحدة كمشروع، الوحدة كمشروع عظيم، لكن أنا أحمل القائمين على هذا المشروع. من سابق، من قبل 90، إذا ما نظرنا إلى الشطر الجنوبي من اليمن والشطر الشمالي، كان الشعر والأدب والمسرح والثقافة بشكل عام والرياضة كان لها اهتمام من الدولة، كانت يعني ويد الدولة قابضة على كل شيء. أنت لديك خطط معينة في فترات معينة، خطة ثلاثية، خماسية، أنت مجبر أنك تنفذ ما ورد في هذه الخطة وما تنتقصش منها، بالعكس أنت إذا عندك إضافات إلى هذه الخطة تضيف تضيف تضيف. فلهذا ازدهرت الثقافة في عدن بشكل عام، سواء كان في الأدب، في الشعر، في المسرح، في فترة الثمانينيات بالذات، تحديدا من 80 إلى 86 فصلتنا حرب 13 يناير على الاستمرارية، ولا يمكن كنا وصلنا إلى مراتب. نحن كانت لنا مشاركات من قبل عالمية، إقليمية، عربية. الآن أصبح وجود اليمن شبه مخفي، غير موجود للأسف، ما فيش اهتمام، وكأنه لا نريد أن نتهم جزافا، ولكن وكأنه كان هذا الشيء مبرمج ممنهج. ضرب الثقافة في هذا البلد يعني بأدوات من داخل البلد نفسها، في فئة موجودة، مش في الثقافة بس، في فئة موجودة في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد، في الرياضة. هذه الفئة وكأنها مسلطة عليك، تجعل بينك وبين وطنك حاجز، أو تريدك أن تغادر الوطن. لكن مثل ما قال محمد الماغوط، إذا قادرت الوطن، أنا الوطن نفسه ما بيغادرني، أنا أريد الكل أن يظل متماسك ولا ينهار، ويصمد على قدر ما يستطيع، ويثق في نفسه، ولا ينتظر من الدولة هذه أن تقدم شيء. أعمل ذاتيا، حاول أن تكمل ما أنقصه النظام.